حضرتك ولدت في السيدة زينب بالظبط، وفي شارع سمي بعد كده انه شارع خيرت. لا مش بعد كده، ده هو قبل ما نتولد كلنا يعني من ايام الجد، من ايام الجد الاكبر يعني تم التسميه من، يعني هو يمكن من اوائل الناس اللي سكنوا في هذا بالزبط. المكان بالظبط فسمي الشارع باسمه. له قصه كمان. كان ايام الخديوي سعيد، ايوه، وهو الجد الاكبر ده اللي جاي من خوقند، كان خطاط وسط اسيا. وسط اسيا. وسط اسيا، جنب اوزبكستان والمناطق دي. ايوه. كان خطاط ماهر جدا، وطلب منه، عملوا زي مسابقه مين يعني الخديوي سعيد طالب ان ضباط التشريفه بتاعته يتكتب اسمه سعيد على الخديوي سعيد على الزراير اللي هي معموله من الذهب. فعملوا زي مناقصة كده مين خطاط كويس، فأعجبوا بيه، كان أشول كمان. ففي وقت سريع جدا جدا أتم المأمورية اللي مطلوبة منه، وراح لهم يسلم لهم الزراير ومعاه شوال صغير كده، يعني في اللي طلع من الذهب لموا. أيوة. وراح اداهولهم يعني ادي الزراير وادي الذهب يعني الامانه يعني. فاعجبوا بيه بقى يعني الخديوي او الناس المسؤولين في الوقت ده يعني على الامانه دي. فحبوا يدوا له هديه، يدوا له بقى الحته دي اللي اتسمت في الاخر شارع خير، اسمها بركه الفيل. وخيروه ما بين بركه الفيل و الحته اللي جنب كازر كوبري الجلاء، كانت لسه معموله. والكوبري كان اسمه الكوبري لعمة، فالظاهر ما عجبوش الاسم يعني. فقال لهم لا انا هاخد بركه الفيل. مش بركه الفيل كلها، بس جزء كبير من انتهت في الاخر باسم الشارع ده. ايوه. وهو اول حد بنى بيته. ايوه. اللي هو احنا اتولدنا فيه في شارع خيري. وعندكم برضو في هذه الأسرة اختلطت الأصول والجنسيات. يعني زي ما شفت في الكتاب أنه في أصل قد يرجع إلى ألبانيا، إلى تونس، إلى اليونان. أيوة، جدتي يونانية. جدتي الوالدي يعني. ومن ناحية والدتي في كمان من تونس. يعني جذور برضو من هناك. بس في الآخر كلنا مصريين طبعا يعني. طبعا يعني من اول الجد الاكبر اللي جه، اللي هو كان من اوسط اسيا. ايوه. خوقند. وبعد كده بقى كله مصريين يعني.